خلينا المسؤوليه، خلينا المسؤوليه مع زي زهير مع زينب الشايبي والعديد من الاخرين، خلينا المسؤوليه. وكملنا الموسم هذاك يظهر لي كملناه باخف الاضرار، رجعنا المستوى نتاع الترجي ما زدت بشك في المرتبه السابعه. خسرت وقت الكوب مع جورجيس نتفكر سنة تنفسر لك احنا راهو ايش نقول لك، تجي تكلم تقول خسرته، شوف لي ديتاي اللي تعدينا بهم. صحيح خسرت، نعطيك ديتاي من ديتاي، خلينا نفسر لك هذه وبعد فسرني مساج. دخلت سالتني انا باش نفسر لك ولا لا لا باش نعطيك حكايه وانت علق لي عليها. دخلت رابحين ماتش جورجيس هذاك قبل الواحد، حذرته حتى كار في باب سويق حكايه كيما هكا. لا 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 اسمع، الفرق الكل تحذر، مش هذا المشكل. انا باش نحب ندخل في الديتاي نقول لك، نحن الفريق وقف على ساقيه، المهم هو انه الفريق وقف على ساقيه افيك دي مويان متوسطين ومتواضعين. انا نتذكر الوقت المفصلي، تسمع فيا، الوقت المفصلي عندنا مقابله مع فريق في جنوب افريقيا، نلعبوا مع فريق في جنوب افريقيا كاس افريقي 12 ساعة فواياج. الهيئة المديرة متاع الترجي الرياضي التونسي اجتمعت قالت باش نمشيو لجنوب افريقيا، عندنا مقابلة نهار الاربعاء ولا نهار الخميس مع قفصة، ماتش روتار مع قفصة. قلنا كيفاش نعملوا هذا فواياج، وخذينا مشينا في انفول ريغولي. علاش مشينا في انفور ريغولي؟ على خاطر وقتها الترجي الرياضي التونسي ما عندهاش امكانيات ماليه باش تاخذ طياره خاصه. وقتها ما عندناش امكانيات ماليه باش ناخذ طياره خاصه، خذينا انفور ريغولي حتى نمشيو كل هيو المسافرين، تقعد تستنى وتروح وحاسب قبل ما نخرجوا من تونس. خذينا كلمه من عند الجامعه التونسيه لكره القدم وانه مقابله قفصه سيتم تأجيلها. تأجيلها علاش؟ لأنه يوم الأحد عندنا النادي الإفريقي نصف نهائي، مش معقول تمشي لأفريق دي سود وتاخذ انفور ريغولي تروح نهار الأربعاء وتلعب نهار الخميس في قفصة. باهي واضح. دوك عطانا تطمينات من تونس، وقت عيط لي عزيز زهير قال لي راني عندي تطمينات من الجامعة، وقتها نحن عندنا عضو جامعي كان في هيئة الترجي الرياضي التونسي، هو اللي اتصل بس عزيز زهير قال له تنجم تمشي، راهو مقابلة قفصة لن تتم وسيتم تأجيلها. قال لي تنجم تهز ليكيب وتمشي. مشينا خذينا الواحد نتاعنا ومشينا لافريك دو سود وعملنا مقابلة طيبة، ونتصور يظهر لي عملنا تعادل ولا انتصرنا حسيلو عملنا مقابلة إيجابية ونتيجة إيجابية. وقت اللي نحنا غاديكا في لافريك دو سود نهار اثنين عملوا لنا تليفون قالوا لنا ليه رزقكم تروحوا راهو ماتش قفصة منتنو. ولهنا نقطة استفهام كبيرة اللي ما نحبش نجبدها. لا لا ما تحطليش نقطة استفهام، قول لي شنو صار. ما نعرفش. عطاونا كلمة بعد رجعوا في الدار في الحياس. ما شكون تتهم لهنا الجامعة؟ ما نتهم حتى. لا لا جيبون أنا حطيتها. ما نتهم حتى واحد، أنا ما نحب نتهم حتى واحد، مي أنا نعطي فيك في الدفاع. وذوما فو بوفي لي فيريفي. وقت وصلنا غاديكا ولعبنا المقابلة قالوا لنا لازمكم تروحوا. ولا شناش رجعنا معناتها رجعنا رجوع بريسيبيتي. باهي لهناش عنا، نحنا كنا كلاسي سانكيام ولا سيزيام في البطولة باش نلعبو قفصة، ونهار لحد نصف نهائي كأس تونس مع النادي الافريقي. لهنا فما قرار لازم يتخذ، يا فوزافي فوزالي بورسويفر لي دو ليفر ورا بعضهم وتجم تخسرهم الزوز، يا باش تعطي اولويه المقابله على مقابله. بيسكو نحنا كلاسي 5 ولا 6 ولا 7 في الشامبيونان، دونك معناتها مستقبلنا مش بيدينا. شنو اللي بيدينا؟ هي حطينا الباكو على ماتش الكلوب. صحيح، حطينا الباكو على ماتش الكلوب، هذا هو صار. ولكن مش معناتها نقولوا استسهلنا قفصه، ما استسهلناش. هبطوا الملاعبيه عملوا ان فواياج دو 12 الي و 12 رتور سكي ني با ريان 72 راهو برشا، وهبطوا الملاعبيه ولعبوا وكنا منتصرين واحد بشيء، وفي اخر دقيقه عطلت قفصه سيدي شوز كاريف. واضح. دونك نتكلم لعبنا نهار الاحد ربحنا، تعرف المقابله اللي ربحنا انتصرنا 4 بشيء وتعدينا للنهائي اللي النهائي ما سعفناش فيه الحظ لعده اسباب مانيش باش نرجع عليهم توا، ولكن
فما العديد من الاشياء تخلي في برشا دي بوان انتروغاسيون في زياد وهذا يدخل خلينا نكمل لك خلي الجماهير تخلي اللوم عليك انت معناها عادي تو ما يلومش عليك اي فسرنا معناها انا هاني قلت لك فسرت لك مثلا التحكيم اللي شدنا المقابله هذيك معناتها نحن ما كناش موافقين عليه الجامعة كانت مستهدفتكم وقتها؟ لا ما نقولش الجامعة مستهدفتنا انا ما نحبش فما اطراف متراجعه كانت تحط في عصافة العجله سي بوسيبل سي بوسيبل شكون مثلا؟ ما شكون ما فما كانت عباد ما تحبش الترجي تنجح وقتها